جدا كده. النمرة 3 من خصائص الحركة الموجية التداخل. تمام، خدنا تداخل الصوت، هنا هنقول تداخل الضوء. ايه هو تعريف التداخل في الضوء؟ هو تراكب موجتان لهم نفس التردد ونفس السعة ونفس الطور ويتحركان في نفس الاتجاه. يبقى هنا اربع حاجات: نفس التردد، نفس السعة، نفس الطور، ودي مهمة جدا، ويتحركان في نفس الاتجاه. تمام. يحدث تقوية في مواضع تسمى مواضع التداخل البناء. تمام. وانعدام الضوء في مواضع تسمى مواضع التداخل الهداف. يعني حب مناطق مضيئة. بس التداخل البناء بقى مين؟ يعني في الصوت قلنا التداخل البناء صوت يعلى. هنا في الضوء التداخل البناء يبقى مناطق ايه؟ مضيئة. والتداخل الهدام مناطق اكيد العكس، معتمة. بالظبط. المناطق المضيئة والمعتمة لها اسم، اسمها هدب التداخل. طب ايه هو تعريف هدب التداخل؟ هي مناطق مضيئة تتخللها مناطق معتمة، والمناطق المضيئة والمعتمة قد بعض بالظبط، والمسافات متساوية. طيب، ويمكن استقبالها على حائل. وطبعا مناطق مضيئة ومظلمة هنستقبلها على حائل. تمام. مين أول واحد عمل تجربة لتوضيح التداخل في الضوء؟ عمل التجربة العالم توماس يونغ، عالم إنجليزي. عمل التجربة إزاي؟ هنشرح تجربة الشق المزدوج للعالم توماس يونغ. تمام. والتجربة دي دقيقة وفيها ألفاظ لازم الطالب يكتبها وهو بيكتب يراعي الآتي. تمام. التجربة هنبدأ نرسم التجربة ونقول واحنا بنرسم ايه اللي عمله. اسقط ضوء احادي اللون على شق ضيق. ضوء احادي اللون، يعني ايه احادي اللون؟ ضوء احمر، اخضر، اصفر، ما ينفعش ضوء ابيض، لان الضوء الابيض زي ما احنا عارفين مركب من 7 الوان. تمام. هو هنا اسقط ضوء احادي اللون على ايه؟ على شق اس. الشق ده ضيق، وهناك فرق بين الشق والثقب. تمام. الشق بشق طولي رفيع جدا، بيعملوا بكتر او حاجه رفيعه جدا، يعني شكل الفتحه ايه؟ مستطيله. تمام. شق بالطول. تمام. مستطيله ضيقه بس ضيقه جدا. تمام. يبقى اسقط ضوء احادي اللون يا احمر، احمر، اخضر، أخضر، اصفر. ضوء احادي اللون ازرق، احمر، اخضر، ازرق، على شق ضيق. فلما اسقط الضوء على شق ضيق حصل ايه؟ تنبعث من الشق موجات اسطوانيه. لما نعمل موجات اسطوانيه بتبقى بهذا الشكل، اهي دي موجات اسطوانيه. لازم نقول له موجات اسطوانيه لان بتبقى شكل جزء من اسطوانه. تمام. طب هنا راح يستوقفني سؤال، يعني لو انا طالب، تمام يا ريس، تمام، لقيت عظمة كده قدامي في الشرح، هقول هل اتساع الفتحة له دخل بشكل الموجة الاسطوانية طبعا المنبعثة خلفها؟ تمام. الشكل لازم الشق يكون ضيق ومستطيل هتبقى اسطوانية، لو سق يبقى حلقات دائرية. اللي انا اقصده يعني هل هناك علاقة بين اتساع الفتحة وبعد المصدر الضوئي عنها؟ طبعا اتساع الفتحة لازم يكون اتساع صغير جدا. ليه؟ لان اذا انا ممكن على فتحة مستطيلة ضيقة بيمكن التحكم في اتساعها، بيتحكم في اتساعها ويخليها ضيقة بواسطة مسمار محوي. بيتم ضبط اتساع الفتحة مقارنة ببعد المصدر الضوئي عنها حتى تعطي الفتحة موجة اسطوانية مستوي. يبقى حضرتك الواد يكتب مع حضرتك سؤال، تمام، دلوقتي يقول لك وظيفة الفتحة المستطيلة الضيقة انها تعطي موجات اسطوانية مستوي. تمام. اسطوانية مستوي، علشان خاطر انا هنقعد النهاردة بحكم ان انا طالب في ايه، ثانوية عامة. تمام. وهيبدأ بقى يعني تلميذ يتعلم من الاستاذ، هفهم وحط جنبي كراسة مدرسة على الهواء ونكتب بقى يا اولاد وظيفه الفتحه المستطيله الضيقه، عشان هتطلع لي حضرتك كل جزء حب له وظيفه. تمام.
بعد كده الموجات الاسطوانيه هتسقط على حائل به شقين، ادي الحائل وادي الشقين. هنا بقى الشقين S1 و S2 اي شقين ينفعوا؟ طبعا لا، لازم الشقين يكونوا متماثلين بالنسبة للشق الرئيسي. تمام. يعني ايه؟ يعني على ابعاد متساوية من الشق الرئيسي S1 و S2. تمام. والمسافة بينهم مسافة صغيرة جدا. تمام. جزء من الملي اسمها دي. طب يا ترى ليه الشقين متماثلين على ابعاد متساوية من الشق الرئيسي؟ عشان حتى يقعان على صدر موجة واحدة. صدر موجة يعني كده هيمر بيهم صدر موجة واحدة، اهي دي صدر موجة. تمام. طب وصدر الموجة خدنا تعريفه سابقا ان هو السطح او المستوى. أيوة. الذي يمر بالنقط المتفقة في الطور. تمام. يبقى لما يكون الشقين على ابعاد متساوية. تمام. من الشق الاصلي هيمر بيهم صدر موجة واحدة. تمام. يبقى صدر موجة واحدة يعني الضوء اللي وصل لهم مترابط. تمام. الله، يعني ايه ضوء مترابط؟ الضوء المترابط نفس التردد نفس السعة نفس الطور، هيخرج من الشقين ضوء مترابط، اللي هو الضوء المترابط نفس التردد ونفس السعة ونفس الطور، هيخرج ادي الشق الاول يعمل موجات اهي، التاني موجات اهي، هيحصل ايه؟ تداخل بين الموجات الصادرة من الشق الأول والصادرة من الشق الثاني، وهما موجات لهم نفس التردد ونفس السعة ونفس الطور، وتحكمنا في نفس الطور على أن يكون الشقين على أبعاد متساوية، هيتداخلوا مع بعض في ستار أو حائل أبيض يبعد مسافة R عن الشقين، تتكون عليه هدب التداخل وهي مناطق مضيئة ومظلمة. الهدبة المركزية اللي هنا اللي فين؟ قصاد الفتحة الشق الأصلي أهي، دي هتكون هدبة مركزية مضيئة وهنعرف ليه. بعدها هدبة معتمة وهنا معتمة، بعدها مضيئة ومضيئة. المعتمة الأولى اللي بعدها المضيئة رقم واحد، لكن دي الهدبة المركزية. طب يطلع الهدبة المركزية مضيئة ليه؟ علق. الهدبة المركزية دائما مضيئة لأنها على أبعاد متساوية من الشق S1 و S2. لو يعني خدت المسافة دي هتلاقيها قد المسافة دي، يعني فرق المسير. يبقى فرق المسير قد ايه؟ صفر. صفر. الله، ده شرط التداخل البناء ان فرق المسار ام في لمضة، ام ده صفر او عدد صحيح واحد او اثنين. يبقى الهدبة المضيئة الاولى الهدبة المركزية مضيئة لانها على ابعاد متساوية من الشقين، يعني فرق المسير صفر، يبقى تداخل بناء ثم هدام مظلم وهكذا. حيبان الهدب على الحائل شكلها كالآتي: هدبة المركزية مضيئة وهدبة جنبها مظلمة ثم هدبة مضيئة ثم مظلمة. لاحظ ان الهدب متساوية الاتساع ومتساوية في شدة الاضاءة. فالعالم توماس يانج حسب المسافة بين هدبتين من نفس النوع دلتا واي بين ايه وايه؟ بين مضيئة ومضيئة متتاليتين لهم نفسهم. لازم هدبتين متتاليتين مضيئتين او هدبتين متتاليتين مظلمتين حسب دلتا واي بتساوي لامدا ار على دي. تمام. دلتا واي قلناها لامدا الطول الموجي للضوء الاحادي ولازم يكون بالمتر، ار المسافه بين الشقين والستاره لابد ان تكون بالمتر، ودي كذلك. هنا فيه سؤال بيطرح نفسه: ايه علاقه دلتا واي بدي؟ علاقة زي ما احنا شايفين عكسي. تمام. فيشترط ان يكون المسافة بين الشقين مسافة صغيرة. ليه؟ علل. نقول له علشان دلتا واي تكون كبيرة
يعني ايه دلتا واي كبيرة؟ يعني الهدب تبقى ظاهرة واضحة، يبقى الهدب واضحة. يبقى لما يقول لي علل المسافة بين الشقين دي بتكون صغيرة ليه؟ نقول له علل، نقول له حتى يكون دلتا واي كبيرة لأن العلاقة عكسية حسب القانون. ولما تبقى العلاقة عكسية دلتا واي تكون كبيرة لما دي تبقى صغيرة. دي تجربة الشق المزدوج للعالم توماس يانج. فيها ثلاث تعريفات. تمام. تعريف التداخل، تعريف المصادر المترابطة، تعريف هدب التداخل. تمام. طيب في لي انا ايه سؤال هنا كويس لفت ايه نظري دلوقتي. انا طالب كده بتفرج عليها السبورة، تمام، وبعدين حضرتك قلت الهدبة المركزية هي اصلا قصاد الفتحة الاصلية بينهم حاجز، مش آه مش في حاجز. كان يجب ان تكون هذه الهدبة مظلمة، كان يجب ان تكون مظلمة. انا لو انا طالب حسأل اقول كان يجب ان تكون الهدبة المركزية مظلمة لانها في مواجهة حاجز، والضوء بيمشي في خطوط مستقيمة بيكون الظلال وبيكون اشباه الظلال. طالما في حاجز المفروض يجي خلفه ظل. طب يعني ايه بقى اهمية تكون الهدبة المركزية بالنسبة للضوء؟ الهدبة المركزية دي اهمية الشق المزدوج. الشق المزدوج خرج لي مصدرين ضوئيين مترابطين. تمام. الضوء اللي خارج منهم تقابل في المنطقة الهدبة المركزية، وكان فرق المسار اللي جاي من الشقين فرق المسار صفر. تمام. يبقى حصل تداخل بناء نتيجة لوجود الشق المزدوج. طيب. ولذلك في سؤال جه في أحد الامتحانات. ما أهمية الشق المزدوج في تجربة توماس يانج؟ تمام. أهميته إن خرج لي مصادر مترابطة. تمام. ضوء مترابط. في بقى رأي كده سيادة الرئيس أعرضن عليك. كويس. الهدبة المركزية هي صورة تبقى الأصل للمصدر الأصلي في مواجهة الفتحة الرأسية. بيفصل بينهما حاجز. كان يجب أن تكون هذه الهدبة مظلمة، لكنها كونها أصبحت مضيئة هذا يعني انحناء الضوء، والانحناء طبيعة إيه؟ موجية. إذن تكون الهدبة المركزية يؤيد الطبيعة الموجية للضوء. في الحيود بقى اللي هنا. يعني هنا الضوء يعني عدل من مساره من كده الفتحة، يبقى تكون الهدبة المركزية كون الهدبة المركزية مضيئة وهي ايه بقى في مواجهة حاجز هذا يعني ان الضوء له طبيعة ايه موجية. يبقى هل تجوز بقى الاجابة لو قال له اهمية الهدبة المركزية في تجربة الشق المزدوج لتوماس يانج ان الطالب يقول توضح الطبيعة الموجية للضوء؟ اصل يا ولاد كان بس انت كده حضرتك يعني راح تساعدني فيها، يعني كده معلوماتك عالية فيها، ان اصلا كان نيوتن بيقول الضوء له طبيعة جسيمية عشان الضوء كان بيمشي في خطوط مستقيمة، والدليل تكون الظلال واشباه الظلال وذرة الكسوف وذرة الخسوف وتتكون الصور. ديت كانت حجة مين؟ كانت حجة نيوتن في ان الضوء له طبيعة ايه جسيمية. فجاء هيجنز وقال لا الضوء له طبيعة ايه موجية. فالناس صارت على هيجنز، فاكر التاريخ حضرتك كده فاكره، فالناس صارت على هيجنز لغاية ربنا ما كرم هيجنز وجا مين بقى؟ توماس يانج ده، وكون الهدبة الايه المركزية. فقال لهم تكون الهدبة المركزية وهي في مواجهة مين؟ خليكم معايا، يعني ان عنده هدبة مركزية مضيئة تكونت خلف حاجز معناها الضوء حصل له ايه طبيعة موجية. اذا تكون الهدبة المركزية في تجربة الشق المزدوج لتوماس يانج يؤيد الطبيعة مين؟ الموجية لمين؟ لهيجنز. تمام كده؟ كويس. يعني عشان ما كملناش عليهم بالتفصيل تدخلها يعني. فأنا بنوضح له عشان لو جاء له السؤال يبقى تمام. محدد إجابات طيب محددة طيب وقاطعة. في برضك سؤال أنا قريته، هل هناك فرق بين شروط حدوث التداخل في الضوء وشروط حدوث التداخل في تجربة الشق المزدوج لتوماس يانج؟ هل هناك فرق ما بين شروط حدوث التداخل في الضوء والتداخل في تجربة الشق المزدوج لإيه توماس يانج؟ يعني في طالب سألني سؤال وأنا بشرح قال لي هو أي تجربة لها شروط عشان تحصل أو لها احتياطات،
ما هي الاحتياطات؟ يعني الطالب ده يعني هو طبعا عدى سنه قبل كده تمام، بس الواد قال انا قريت لقيت انه خد عليها جائزه نوبل، فقال لي ايه الاحتياطات اللي عملها توماس يونغ عشان يحصل على هدب التداخل. هو هدب التداخل لم تتم بالسهوله دي. تمام. يعني انا ما اجيبش شقين كده واسقط ضوء وحادي اللون يديني هدب. تمام. ده لابد ان يكون الشقين صغيرين جدا عشان الضوء ينحني، اللي انت قلت انحناء الضوء لابد يكون فتحه ضيقه اقل من اللمضه. تمام. فبيكون الشقين ضيقين جدا. ويكون الشقين يجي لهم ضوء مترابط. تمام. وهي البراعه بتاعه توماس يونغ ان هو ازاي جاب لي ضوء مترابط. طيب. الضوء المترابط جه نتيجة ان الشقين على ابعاد متساوية. تمام. من الفتحة الرئيسية. جميل. حتى يمر بيهم زي ما شفنا صدر موجة واحد. تمام. يقوم يقعان على صدر موجة واحد يبقى لهم نفس التردد. تمام. ضوء احمر. تمام. يبقى نفس التردد. تمام. نفس السعة اللي بنفس المصدر الضوئي ونفس الطور. تمام. طب يلا بقى حضرتك رحين كده عدوا سوا، ايه الاحتياطات اللي عملها توماس يونغ عشان يجيب هدب تداخل؟ واحد، راجعني حضرتك وانت تتفق يعني اديها الامضاء، اديها بقى الاجازه. تمشي ولا لا؟ يتم ضبط اتساع الفتحه مقارنه بطول ببعد المصدر عن الشقه بحيث تعطي الفتحه موجه اسطوانيه مستوي. هنسمي الفتحه دي اس. تاني حاجه يتم ضبط المسافه اس 1 تساوي اس 2 اللي حضرتك قلتها. بحيث ينطبق صدر الموجه الاسطوانيه المستويه على الشق المزدوج. كويس. تمام. فتعمل الفتحتان الضوئيتان عمل المصادر الضوئيه المترابطه. كويس. خلي بحضرتك وبعدين استخدم يعني ان يكون البعد بين الفتحتين المضاءتين صغير جدا. تمام. الثالثه استخدم ضوء احمر. ايش معنى ضوء احمر يا حاج احمد؟ طول الموجه كبير. هنديه سؤال بقى. هو الضوء الاحمر ينفع والازرق ينفع؟ ايهما افضل؟ ايوه. نديهولهم بقى سؤال تاني. ايوه. وانا مجهز له سؤال حلو على حته الضوء دي. تمام. ضوء احمر، ضوء ازرق، ضوء كل الضوء ينفع. اخضر ازرق. ولكن احنا عندنا العلاقه اللي قدامنا دلتا واي لامدا ار على دي. دلتا واي تكون واسعه كبيره ظاهره الهدب تبان لما يكون اللامدا اكبر. مين اللي لامضة اكبر؟ الاحمر طول الموجة اكبر. بستخدم ضوء احمر اللون طول الموجة كبير. ولو استخدمنا ازرق هتيجي. مزبوط. ولكن الاحمر تبقى اكثر. تمام. ولذلك الحته اللي انت قلتها دي هتديهم سؤال يفضل. شوف السؤال ده كده يعجبك ولا ايه ده؟ ان شاء الله طبعا. هنا ابناء الطلبة شوف الشكل ده. الشكل اللي انت شايفه ده. الشكلان يوضحان. لا انا عاوز الطالب يشوف الهدب دي. الشكلان يوضحان هدب التداخل، يوضحان هدب التداخل في تجربة يونغ باستخدام ضوئين. ضوء احمر طول الموجة 6500 انجستروم وضوء ازرق 4700 انجستروم. تمام. مين فيهم الاحمر ومين فيهم الازرق؟ اكيد انت وضحتها في هنطبق العلاقة. يبقى هنا ادي الف وادي الهدب به. تمام. لو طبقنا العلاقة هنلاقي به المسافات كبيرة. تمام. يبقى ده الضوء المستخدم ضوء ايه؟ احمر. احمر. يبقى به دي بتاع ضوء احمر. تمام. الهدب بانت واضحة. تمام. والف بانت هدب ايه؟ اللون الازرق. تمام. يبقى سيادتك وضحت حتة كويسة، قلت لهم الضوء الاحمر والازرق انه الافضل. تمام. الاحمر. ودي احنا شفناها، وهذا السؤال في احد المراجع بيدي للطالب السؤال ده. تمام. ويقول لك ايهما احمر وايهما ازرق وعلل اجابتك. ايوه. يبقى عدينا هنا التجربه دي. تمام. يبقى انت حضرتك استخدمت ايه بقى؟ الحواس. ايوه. نوصلنا المعلومه. نوصلنا له المعلومه. تمام. تمام. يبقى اذا طيب الحاله بقى الخامسه بالنسبه لحاج احمد في برضك سؤال يعني انا اتسالت فيه. تمام. يعني عشان انا يعني دايما كده بيبقى عرضه ان انا اسال كده مش عارف ناس تخبط فيك على طول. ففي طالب سالني سؤال بجد من تهرب منه. سؤال يعني انا بصراحه تفكرت فيه برضه. الواد قال لي انتوا عايزين تجيبوا صدر موجه اسطوانيه مستويه. قلت له تمام. قال مش انت لما تبعد عن المصدر اصلا، لما تبعد عن المصدر بتبقى الموجه مستويه؟ طب ما هو كان يحط
الشق المزدوج ده بعيد عن المصدر وخلاص. يعني على كده اساس ان صدر الموجة بيكون كري، ما ينفعش بيكون كري تمام بالقرب من المصدر، لكن بيكون مستوي بعيد عن المصدر. لا لا ده بعد كبير، ما ينفعش يكون الضوء ضعف. ايوه انا بقى رحت انا جاوب انا قلت له بقى، قلت زي حضرتك ما ايه قلت كده تمام، قلت لهم ان الضوء عنده مشكله انه يخضع لقانون التربيع العكس، يعني الشده الضوئيه تتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافه، فلو بعد هتبقى عنده مشكله الا في حاله واحده. ايوه وده سؤال موجود في كتاب الدليل بس أيوة. اخر بقى ماشي ومال انك يستخدم الليزر أيوة. في تجربه الشق المزدوج لان الليزر ده يوصل لمسافات بعيده أيوة. محتفظا بشدته في الحاله دي بالظبط تمام كده. ولذلك في مره طالب سال سؤال بيقول ايه في العلاقه اللي قدامنا دي، طب لما انت عاوز الديل دي صغيره، طب ما انا بلاش نخلي دي كبيره بس نزود ار، ايوه نخلي ار مسافه كبيره، الار بين الشقين أيوة. وبين الحائل نخليها كبيره تمام 10 متر 20 متر هتبقى في مشكله اللي هي لان الهضب كل ما نبعد تبهت تبقى أيوة. بهتاني وتدخلت في بعضها بانت الهدب المضيئه دخلت في غير مضيئه وتبعد الهدب تبعد تمام. حتى انا اقول له لو حطيت ايدك امام ايوه مصباح وتبعد ايدك هتلاقي الهدب بقت ضعيفه فكل حاجه لها طيب سبب. علشان كده بقى الحاجه الخامسه يا على فكره حضرتك الكتاب كتب ما هو برضك ما ايه ما احنا بنخاطب كل اراء اللي بتوصل لتودنا واحنا بننقل الحقيقه فحضرتك برضك يا هم قالوا الكتاب كتب على بعد مناسب يبقى انت حضرتك دلوقتي يعني كتب الكتاب يجب ان يكون الحائل على بعد مناسب اللي هو الحائل سي عليك بعد مناسب اللي تكون عليه الهدوء كبير يعني مناسب بحيث يجمع ما بين القانون دلتا واي طرد مع ار ويجمع ما بين يحافظ على الشده تكون مرئيه تمام كويس. بعدين تكون الفتحات مستطيله وليست دائرية كويس جدا ده كله ده بنلاحظ الكلام ده هو كله في تجربة الشق المزدوج لإيه توماس يانج وطبعا